اعزائي المشاهدين، نحن على اعتاب لقاء القرن بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك. صحيح الحلقه مختلفه من اللي بنقدمه كل مره في المحتوى بتاعنا، بس ما ينفعش حدث زي ده يعدي من غير ما نتكلم عليه، وهتقمص دور كابتن رضا عبعال ونتكلم شويه في تفاصيل الماتش. ما تنساش تشوف الحلقه دي للنهايه، لان هيبقى فيه مسابقه على جوائز ان شاء الله. استنونا بقى بعد الانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزيزي المشاهد، سواء كنت مشجع اهلاوي او زملكاوي او حتى بتشجع بني عبيد، تنزل دلوقتي تعمل لايك وسبسكرايب لو انت مش مشترك على القناه. نخش في الموضوع بقى. طبعا كلنا منتظرين لقاء القرن اللي هيتلعب يوم الجمعه الجايه على استاد برج العرب الساعه 9 بتوقيت ام الدنيا بين الاهلي والزمالك، بعد ما الاهلي اتغلب على الوداد المغربي وطلعه بره البطوله، والزمالك كمان غلب الرجاء وطلعه بره البطوله. ونخش على قائمه الفريقين اللي هيلعبوا بهم النهائي، ونبتدي بالاهلي. والاهلي معاه ثلاث حراس مرمى في القائمه دي: الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شبير ورامي ربيعه وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد وديانج وحمدي فتحي والسوليه وصالح جمعه وقفشه والشيخ والشحات وجيرالدو ومروان واجايه واليو بادجي. ونخش بقى على قائمه الزمالك: ابو جبل وعواد ومحمد صبحي ومحمود علاء ومحمد عبغني وعبد الله جمعه واحمد عيد وطارق حامد ومحمد حسن وفرجاني ساسي واوباما واشرف بن شرقي وزيزو وبامبو ومصطفى فتحي واسلام جابر وشيكابالا ومصطفى محمد وكاسونج وحازم امام واوباما. وطبعا ابرز غيابات الفريقين هو الونش في الزمالك ووليد سليمان في الاهلي بسبب كورونا، ربنا يشفيهم ويعفوهم يا رب. واما على المستوى الفني للفريقين، فيعتبر الفريقين متقاربين 50-50. اما بقى عن ارقام الفريقين في البطوله دي، فالاهلي كسبان في الارقام. البطوله احنا بنتكلم عليها اللي هي دوري ابطال افريقيا. الاهلي والزمالك لعبوا بعض في البطوله دي 8 مرات، الاهلي غلب 5 مرات وتعادلوا 3 مرات، يعني الزمالك ما كسبش الاهلي ولا مره في البطوله دي. اول مره يتقابلوا كان في موسم 2004 2005 وكانوا في نص نهائي البطوله، والاهلي غلب الزمالك في مجموع الماتشين 4-1. واتقابلوا تاني في بطوله 2008 برضو، الاهلي كسب ماتش 2-1 وتعادلوا ماتش 2-2. وفي 2012 الاهلي كسب مره 1-0 وتعادلوا 1-1. وفي 2013 تعادلوا 1-1 في الماتش الاولاني، والاهلي كسب في الماتش الثاني 4-2. والحدث المميز ان الاهلي كل ما بيلعب الزمالك في البطوله دي الاهلي بياخد البطوله. في 2005 الاهلي خد البطوله، وفي 2008 الاهلي خد البطوله، وفي 2012 الاهلي خد البطوله، وفي 2013 الاهلي خد البطوله. سامعك دلوقتي يا زملكاوي اللي بتقول هو الزمالك ملوش ارقام ولا له حظ على الاهلي، هقول لك لا. نهائي القاره الوحيد اللي الاهلي لعب فيه الزمالك كان بطوله السوبر الافريقي سنه 94، والزمالك خد السوبر بجون ايمن منصور. يعني انتوا الماتش الوحيد بالنهائي انتوا غلبتوه، لكن الارقام الايجابيه كلها للاهلي في دوري ابطال افريقيا. واما عن فوز الفريقين بلقب دوري ابطال افريقيا، فالاهلي معاه 8 دوري ابطال افريقيا والزمالك معاه 5. اخر مره الاهلي خد اللقب كان في موسم 2013، واخر مره الزمالك خد اللقب كان في موسم 2002. طبعا احنا اسياد افريقيا، وانا هنا مش بتكلم على الاهلي بس او على الزمالك بس، انا بتكلم على الفرق المصريه عموما. اصل كان في فريق كده ظهر من فتره قال لك ايه، افريقيا تحت السيطره. طبعا مش هقول عليك يا ترجي. والاهلي وصل نهائي البطوله دي 10 مرات خد منهم 8 بطولات، والزمالك وصل نهائي البطوله دي 8 مرات خد منهم 5 بطولات. يعني من الاخر افريقيا تحت السيطره. ونخش بقى على فقره التوقعات، وهنتوقع التشكيل وهنتوقع مين اللي هيكسب البطوله دي وكمان مين اللي هيجيب اجوال. وهنخش على تشكيل الاهلي على طول، هنتوقع ان الشناوي هو اللي هيقف، وفي اليمين محمد هاني، وجنبه رامي ربيعه، وجنبه ايمن اشرف، وفي الشمال علي معلول. هنخش على نص الملعب السوليه واليو ديانج، قدامهم صانع لعب قفشه، على اليمين حسين الشحات، على الشمال هيبقى اجاييه، قدامهم هيبقى مروان محسن. نخش بقى على تشكيل الزمالك، هنتوقع ان ابو جبل هيقف حارس مرمى، قدامه هيبقى محمد عبغني ومحمود علاء، في اليمين هيبقى حازم امام، في الشمال هيبقى عبد الله جمعه، قدامهم هيبقى طارق حامد وفرجاني ساسي، في صناعة اللعب هيبقى اوباما، على اليمين هيبقى زيزو، على الشمال هيبقى بن شرقي، هيبقى قدامهم هيبقى مصطفى محمد. اما بقى عن توقع نتيجة الماتش، فانا بقول ان الاهلي هيكسب الماتش ده 2-0. الجون الاول حسين الشحات، والجون الثاني هيبقى مروان محسن، وهيبقى اللقب التاسع للاهلي. وانتوا كمان لازم دلوقتي تنزلوا تتوقعوا. طبعا المسابقة هتكون عبارة عن ايه؟ اللي هيتوقع التشكيل صح والنتيجة ومين اللي هيجيب الاجوان هيبقى له تيشيرت للنادي اللي هيكسب. يعني لو انت توقعت للاهلي هيكسب هجيب لك تيشيرت الاهلي، لو انت اهلاوي، ولو انت زملكاوي هجيب لك تيشيرت الزمالك. طبعا المسابقه اخرها لحد يوم الماتش، يعني تتوقع قدامك ليوم الجمعه. وفي الاخر دي رياضه، والكسبان هنقول له مبروك والخسران هنقول له هارد لك. وطبعا دي كوره وما ينفعش نخسر بعد، وسيبكم من تحفيل اللي بيبقى على السوشيال ميديا والتعصب الكروي ده، ودي رياضه واحنا كلنا مصريين، وكده كده اللقب هيبقى مصري سواء من للاهلي او للزمالك، فنسيبنا من التعصب ونسيبنا من التحفيل، وفي الاخر احنا كلنا اخوات واللي بينا اكبر من ماتش كوره يعني، فلازم نتقبل الموضوع بنفس راضيه كده، سواء الاهلي كسب او الزمالك كسب، كده كده البطوله مصريه. فيا ريت نبطل تحفيل ونبطل سب وشتايم بالام وبالاب، ونسيبنا من الصفحات اللي بتنشر التعصب الكروي ده. ومعادنا بقى في الجزء الثاني من الحلقه دي، هنحلل الماتش ونقول لكم مين اللي كسبان التيشيرتات. وهنبه عليكم تاني، ما تنسوش تتوقعوا، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الحلقه دي على اكبر نطاق. نتقابل بقى بعد الماتش. سلام.